ويمكن واحنا بنتكلم عن الملف الفلسطيني والنكبة الفلسطينية اللي النهارده بنحيي ذكرها، قطاع غزة هو الملف الأكبر والأهم على فعاليات أجندة القمة العربية المنعقدة في مملكة البحرين. خلينا نروح سريعا للعاصمة المنامة وزميلنا محمد عبد الله هناك، نعرف منه آخر استعدادات القمة العربية 33 وما هي أبرز الملفات المطروحة على أجندتها. أهلا بك يا محمد. صباح الخير يا مصطفى، وصباح الخير يا منى، وصباح الخير على كل متابعي صباح الخير يا مصر. على قدم وساق بتستعد واستعدت مملكة البحرين لاستضافة هذه القمة العربية الهامة، القمة العربية العادية في دورتها 33. النهاردة أجازة لكل المصالح الحكومية، للجامعات، للمدارس النهاردة وبكرة، استعدادا لاستقبال الزعماء والقادة العرب اللي هيشاركوا إن شاء الله في هذه القمة الهامة. يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل حرص على المشاركة في القمم العربية المختلفة، وهذه القمة يمكن إذا كانت هي قمة عادية لكن الظروف زي ما انت قلت مصطفى، الظروف المحيطة بها هي ظروف استثنائية. هذه القمة بتضاف إلى القمم التي شهدت تحديات كبيرة وتحديات جسام أمام الأمة العربية، وبتستدعي تحرك عربي ولم شمل عربي للتعامل مع هذه التحديات. يمكن نذكر القمة العربية اللي عقدت في بيروت 1956 واللي تم عقدها بعد العدوان الثلاثي على مصر للدعم العربي لمصر في العدوان الثلاثي التي تعرضت له. كانت هناك أيضا محطة أخرى في القمم العربية 1976، القمة العربية المصغرة في الرياض، واللي كانت لحقن الدماء ما بين الفرقاء اللبنانيين، وكانت قمة أخرى في 1990، وهذه القمة كانت متعلقة بالغزو العراقي للكويت. القمة بيروت 2002 واللي تم تبني مبادرة السلام العربية، قامت دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف مقابل علاقات طبيعية ودبلوماسية مع الجانب الإسرائيلي. يمكن بالأمس مصطفى تحدثنا مع السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجماعة الدول العربية، هل المبادرة حتى هذه اللحظة لا تزال مطروحة على طاولة المفاوضات العربية؟ هل العرب لا يزالون يتمسكون بهذه المبادرة فيما يتعلق بملف عملية السلام مع إسرائيل؟ أكد أن المبادرة لا تزال مطروحة، إن ما يلام عليه هو الجانب الإسرائيلي الذي يتزايد في تعنته وفي غطرسته في التعامل مع ملف عملية السلام، لكن الغلط يقع على الجانب الإسرائيلي ونحن كعرب نتمسك بهذه المبادرة. هناك أيضا أمور تفرض نفسها مثل ما أشرت مصطفى، تحديات كبيرة تفرض نفسها على جامعة الدول العربية. جامعة الدول العربية العام المقبل إن شاء الله بتمر عليها على إنشائها 80 سنة كاملة، هي أقدم حتى من الأمم المتحدة. 1922 مارس 1945 تم إنشاء جامعة الدول العربية، ومن ثم هو تحدي آخر أمام هذه المنظمة الأقدم في المنطقة، كيف ستتعامل مع الملف الذي حتى هذه اللحظة لا يجد حلا وزادت التعقيدات فيه في المشهد الفلسطيني بعد العدوان الإسرائيلي والممارسات الإسرائيلية على قطاع غزة. هناك أمر نقطة هامة للغاية ذكرها السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وهو لأول مرة يتم وصف ما يحدث في قطاع غزة بأنه قالها صراحة بأنه تطهير عرقي للفلسطينيين في قطاع غزة. السيد أحمد أبو الغيط طرح كيف هو شكل التحرك العربي في التعامل مع ملف القضية الفلسطينية، أو بالأخص ملف التطورات الحاصلة والعدوان الإسرائيلي على المواطنين في قطاع غزة، وأشار أن العرب تحركوا على محورين متلازمين. المحور الأول وهو إيصال المساعدات، وثم استقبال مصر هذه المساعدات، ويعني شجب وأدان بأشد العبارات التعنت الجانب الإسرائيلي في بطء والعمل على عدم دخول هذه المساعدات بالسرعة الكافية والمطلوبة وبالحجم الذي يتم إرساله وتستقبله مصر.
أيضا أشار على التحرك على المستوى الدولي لإدانة الممارسات الإسرائيلية وللسعي لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا هو شكل التحرك العربي. النقطة الأهم قالها السيد أحمد أبو الغيط أن في هذا التوقيت لابد من وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لابد من إنهاء هذه الحرب على قطاع غزة بدايتها بالتأكيد بالهدنة، ويلي هذه الخطوة مباشرة عقد مؤتمر دولي للسلام للدول التي تؤمن بحل الدولتين. وقال أيضا أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يستطيعان بمفردهما تحمل مسؤولية أن يقيم سلام، لم يستطيع حتى هذه اللحظة أن يقيم سلام بمفردهما، ومن ثم لابد من التدخل الدولي لتدشين عملية سلام والأخذ في خطوات تكفل بإقامة الدولة الفلسطينية. إذن نحن أمام مشهد فلسطيني يطغى على اجتماعات وزراء الخارجية العرب، وبالتأكيد هيكون له الصدارة على اجتماعات غدا إن شاء الله القادة وزعماء والرؤساء. على ذكر الغد واجتماع الغد محمد، الوصول إن شاء لو تقدر تطلعنا على آخر مستجدات وصول الوفود العربية المختلفة للعاصمة البحرينية. على ذكر اجتماع الغد محمد، لو تقدر تطلعنا على آخر مستجدات وصول الوفود العربية للعاصمة البحرينية. نعم، منا إن شاء الله النهاردة هيصل عدد كبير من الرؤساء والزعماء، والبعض قد سيصل غدا على القمة، لكن اللافت للنظر أن ثلثي القادة وزعماء والرؤساء أكدوا حضورهم في هذه القمة، وأن من لم يحضر على مستوى رئيس الدولة أو الحاكم سوف يكون على بتمثيل بوفد رفيع المستوى، وده بيعكس طبعا دبلوماسية البحرين، علاقاتها جيدة بكافة الدول، وأيضا بيكون مؤشر إيجابي لنجاح هذه القمة حضور عدد كبير ثلثي القادة والزعماء والرؤساء العرب إلى هذه القمة، هو مؤشر لحضوره. إن شاء الله هيوصل النهاردة عدد كبير من الرؤساء والزعماء. القمة إن شاء الله ظهر اليوم تبدأ، وهناك إعلان سوف يخرج من القادة والزعماء العرب، سوف يطلق عليه إعلان البحرين، وده اللي هيكون فيه كافة التفاصيل فيما يتعلق بالتعامل بالأخص مع الملف الفلسطيني، كيفية تعامل القمة 33 مع الملف الفلسطيني. وصول حضور مهم جدا، قضايا مهمة جدا، تحديات مهمة جدا صحيح. بتواجه القمة العربية هذه المرة صحيح. تتشابه مع تحديات مرت بها الأمة العربية من ذي قبل، لكن التحدي هذه المرة هو تحدي يتعلق بسعي الجانب الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية صحيح. لإنهاء القضية الفلسطينية إلى الأبد، لقتل عملية السلام إلى الأبد، ومن ثم هذا هو التحدي الكبير، والجميع يعي هنا سواء دبلوماسيين سواء حتى المواطن في الشارع العربي، الصحفيين اللي بنقابلهم والإعلاميين اللي بنقابلهم من الشارع العربي، الجميع يتحدث بحالة من القلق على هذا الملف صحيح. الجميع يخشى من أن يتم جر المنطقة ككل إلى منطقة صراع عسكري وحرب تأتي على مدى لبس في صحيح. المنطقة. هذا القلق موجود لدى الموجودين هنا بالتأكيد يا مصطفى. صحيح. على أي حال، على ذكر ما ذكرت يا محمد، بالتأكيد القضايا الفلسطينية اللي يمكن ما زالت يعني طول القمم العربية سواء القمم العادية أو الاستثنائية كانت حاضرة، ستكون بطبيعة الحال الملف الأبرز والأهم في فعاليات القمة العربية اللي هتبدأ غدا في العاصمة البحرينية المنامة. شكرا جزيلا لموفد القناة الأولى إلى البحرين محمد عبد الله، اللي أطلعنا على كل هذه المستجدات. أكيد.